احنا قاعد نقسم كي على نفس الكي بلس واحد، فلازم تكون القيمه شبيهه اقل من واحد، فيطلع عندك يسموه بالاوفسيت، او احنا مثل ما سميناه بالمحاضره اللي راحت سميناه بالستيدي ستيت ايرور. هسه اكو واحد عنده سؤال على هذا المثال طلابنا؟ فتنط انت المثال بهالشكل ونقول لك الانبوت مالتك يونت ستيب. نطلب من عندك، نطلب من عندك التايم ريسبونس مال السيستم فانكشن، التايم ريسبونس فانكشن يعني هاي الاوتبوت از ا فانكشن اوف تي، والستيدي ستيت ايرور اللي هو هذا. تقدر تطلعه بهالطريقه او تستخدم القوانين اللي استخدمناها بذاك المحاضره تعطيك نفس النتيجه. ناخذ الان سكند اوردر سيستم. السكند اوردر سيستم احنا ايش قلنا؟ الفورم مالته الاساسيه هاي نفس الفورم انتم كانت عندكم ظاهره بالمحاضره. ان البلوك الفيد فورورد هي اوميجا سكوير، اوميجا ان سكوير الناتشرال فريكونسي اللي هو التردد الطبيعي للسيستم. شنو التردد الطبيعي؟ احنا نعرف بان كل جسم موجود بالكون يمتلك فريكونسي تردد يسموه بالتردد الطبيعي، صفه خاصه فيزيائيه بالماده. هذا شنو معناه؟ هذا معناه اني اذا جبت مصدر، هذا المصدر ولد لي اشاره ترددها نفس التردد الطبيعي لذلك الجسم او تلك المنظومه، راح هاي المنظومه بدون ما اسلط انبوت عليها راح تبدي تتذبذب بنفس تذبذب اللي المصدر اللي ولد الاشاره ذيك. لذلك يسموه بالتردد الطبيعي للماده. وهاي تسبب مشاكل وين اكثرها؟ تسبب مشاكل بالكونستراكشن، يعني بجماعه الهندسه المدنيه من يصممون البنايات، من يصممون خصوصا يعني يصممون الجسور، لازم بدون يحسبون الناتشرال فريكونسي بشكل عام. وتمر عليكم يجوز هاي الامثله مال ان احد الجسور انهار نتيجه مجرد ان يعني عاصفه ترابيه مرت، لكن يعني لسوء الحظ ان العاصفه الترابيه مصاحبه لعدد السيارات الماره، التردد اللي تولد من هاي المنظومه كلها كان مطابق للتردد الطبيعي لمن؟ للجسر، وبالتالي الجسر بدا يهتز 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 الى ان انهار وسقطت كل السيارات بالنهر. فهذا يسموه التردد الطبيعي. اذا الاوبن لوب او الفيد فورورد بلوك هاي مع السكند اوردر سيستم، و اليونيتي فيدباك يعني معناه الفيدباك مالتنا ال H of S شنو؟ واحد. تمام. شو يقول لك؟ يقول لك الزيتا كذا، مرات ما يقول لك الزيتا، شو يقول لك؟ الدامبنج ريشيو. فاذا من انت تكون تعرف الدامبنج ريشيو معناها شنو؟ معناها الزيتا. ما يقول لك الاوميجا ان كذا، شو يقول لك؟ يقول لك الناتشرال فريكونسي كذا، فكنت تكون تعرف بان الناتشرال فريكونسي هو شنو؟ الاوميجا ان. شي يقول لك؟ يقول لك let us obtain، احسب لنا التايم رايزنج، البيك تايم، الماكسيموم اوفر شوت، والسطلنج تايم. وذكروها التايم رايزنج احنا عندنا بالريسبونس عندنا اول تايم اللي يعني الزمن اللي تستغرق المنظومه للصعود من السكون الى 50% من القيمه النهائيه مالتها، هذا يسموه بالتايم ديلي. التايم رايزنج اللي هو الزمن المحصور ما بين بدايه تشغيل المنظومه، يعني من بدايه تسليط الانبوت عليها الى ان تصل المنظومه الى 90% او 95% من ادائها النهائي. التايم بيك هو اول زمن تظهر عنده اول اوفرشوت، والماكسيموم اوفرشوت اللي هو اعلى اوفرشوت، اعلى نبضه راح تكون بالريسبونس مال السيستم فوق الديزايرد فاليو. هو منطيك الزيتا ومنطيك الاوميجا ام. الاوميجا دي اللي هو الدامبت ناتشرال فريكونسي، هذا شيء يسموه الاندامبت ناتشرال فريكونسي، هذا يسموه الاوميجا دي دامبت ناتشرال فريكونسي، ذكرناها بهذيك المحاضره. يساوي لنا الاوميجا ام في تحت الجذر 1 ماينس زيتا سكوير. زين هو ايش قايل لك؟ العفو هنا اكو يعني تايبو، هاي المفترض 4 مو 5. منطيك اياها، العفو لا سوري. الاوميجا نعطيك اياها 5 و1 ماينس زيتا سكوير نعطيك اياها 0.6، ف1 ماينس 0.6 سكوير
تحت الجذر في أوميجا N اللي هي 5، فيطلع عندك الأوميجا دي تطلع عندك 4. زين السيجما اللي هي زيتا أوميجا N تساوي لك 3، حصل ضرب من 3 تطلع 3. نجي نحسب التايم رايزنج. قانون التايم رايزنج شو يقول؟ يقول باي ماينس بيتا على أوميجا دي. زين البيتا شنو؟ الباي شوف ايش عوضتها. كونوا هنا كلش حذرين، الباي ما عوضها 180، ما يصير اطرح زاويه من رقم، لازم اطرح رقم من رقم. الزاويه اذا كانت منطيني اياها هي باي 180، ال 180 هاي ال 180 زاويه بالدجري بالراديان تساوينا 3.14، فلازم اعوضها 3.14. هواي الطلاب يجون هنا يخطئوني، عوض هاي 180، هذا غلط. ال 180 ديجري مو راديان، احنا نريد راديان ينطرح، لان هو الراديان رقم، رقم ينطرح من رقم ينقسم على رقم، ما يصير تطرح زاويه من رقم وتقسمها على رقم، ما يصير، مو كميات متجانسه. ف 3.14 ماينس بيتا اوفر اوميجا دي اللي حسبناها احنا فوق. البيتا بما تنحسب تان انفيرس اوميجا دي على سيجما، تان انفيرس اوميجا دي 4، سيجما اللي حسبناها زيتا اوميجا ان 3، تان انفيرس هاي القيمه يطلع عندك هذا شنو؟ يطلع عندك هذا الرقم. من تاخذ تان انفيرس تتبع هنا الحاسبه مالتك، اذا الحاسبه مالتك النظام مالتها ديجري راح يطلع عندك زاويه، شو تسوي؟ تحول الديجري للراديان. اذا لا انت اصلا محول المنظومه مالتك للراديان، فمن راح تاخذ تان انفيرس راح شو تسوي؟ راح يطلع عندك تان انفيرس هذا الرقم يطلع عندك 0.93. كنصيحه اشتغل دائما على الديجري حتى لا يصير عندك اشتباه، تحول على الراديان وتنسى وبعدين بالسؤال تقوم تخربط بقيه الاسئله. ثبت شغلك كله على الديجري. تان انفيرس 4 على 3 راح يطلع عندك زاويه. يعني هذا احنا قاعد ناخذ تان انفيرس. تان انفيرس رقم يطلع زاويه. ليش؟ لان تان زاويه يعطينا رقم. فبالعكس تان انفيرس رقم يعطينا زاويه ديجري. هاي الديجري لازم اشوف انا الحاسبه مالتي كلها ديجري. احولها الدور للراديان، شلون؟ اضربها الديجري اضربها في باي واقسمها على 180. فطلع عندي هذا الرقم. طلعت البيتا، اعوض البيتا هنا فصير 3.14 ماينس 0.93 على 4 يطلع عندك. فالزمن التايم رايزنج الزمن اللي استغرق هذا المنظومه حتى الريسبونس مالتها يصل الى 90 الى 95% من القيمه النهائيه هو 0.55 سكند. تيبيك القانون مالته باي على اوميجا دي. زين الباي ايش قلت؟ مثل ما قلنا مو 180. ليش؟ لان انا اريد اقسم رقم على رقم، ما يصير اقسم زاويه على رقم. فالباي هنا ايش قلت؟ 3.14. الاوميجا دي ايش قد حسبناها؟ ايش قد حسبناها الاوميجا دي؟ 4. هذا الرقم على 4 اقسمه راح يطلع عندي الزاويه. فالزمن اللي راح تظهر عند الماكسيموم اوفرشوت هو هذا. نجي نحسب قيمه الماكسيموم اوفرشوت اللي هي تنطب هاي المعادله اكسبوننشال ماينس افتح قوس كبير انتبه لها سيجما على اوميجا دي في باي. سيجما في على اوميجا دي سد القوس في باي نتيجة هاي ماينس تاخذ لها اكسبوننشال. كن حذر بهذا، مو تاخذ ماينس سيجما على اوميجا دي في باي، لا انتبه ماينس افتح قوس هاي الكمية في باي. هاي الكمية شنو؟ سيجما على اوميجا دي. فتقسم سيجما اللي هي 3 على اوميجا دي اللي هي 4، النتيجة مال هاي تضربها في شنو؟ في باي. هاي المجموعة كلها اشارة ماينس تاخذ الاكسبوننشال لها يعطيك الماكسيموم اوفر شوت. الضربة في 100%، فالاكسيموم اوفر شوت هو تقريبا يعني تقريبا 9.5% يعني تقريبا 10%. اذا هذه المنظومة ظهرت بها نبضة اوفر شوت 10% قيمتها من القيمة النهائية اللي راح يستخدم بها السيستم. اذا هذا السيستم ظهرت به اوفر شوت
هاي الاوفرشوت، هاي القفزه اللي صارت بالاداء اثناء مرحله الترانزيت اعلى من الديزايرد فاليو تقريبا ب 10% من قيمه الديزايرد فاليو. السطلنج تايم اللي هو الزمن اللي عنده يبدا السيستم يستقر حول اداء معين. هذا بي تو كرايتيريا. اولا يجي شخص يقول انا السيستم اعتبره وصل لمرحله الاستاتستيك اذا السيستم كان يذبذب بمقدار 2% حول القيمه الديزايرد. شخص ثاني لا يقول لا مو 2%، انا اقول السيستم دخل لمنطقه الاستاتستيك اذا بدا الاداء مالته يبدي يذبذب ويستقر حول شنو 5% حول القيمه الاساسيه او الديزايرد.